ومضات الرمضانية. بلغوا عني ولو آية، قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من أعرض قلبه ولسانه عن ذكر الله لم يراقب الله ولم يخشى عقوبته، عند ذلك يجعل الله له شيطانا يصاحبه في حله وترحاله وفي خلوته وجلوته، يغويه يطله ليلا ونهارا لا يفطر. بلغوا عني ولو آية، قال تعالى: أولئك لهم سوء الحساب، من نوقش الحساب عذب. وقال إبراهيم النخعي: يا فرقد، أتدري ما سوء الحساب؟ قلت: لا. قال: هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له من شيء. رحماك رحماك يا الله. عباد الله، لنكثر من التوبة والاستغفار. سؤال حلقة اليوم: آية عظيمة في الجزء 27 عاتب الله بها عباده المؤمنين، قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين، فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدثنا. اذكروا هذه الآية واسم الصورة. بانتظار إجاباتكم. سؤال حلقة اليوم بانتظار إجاباتكم ومشاركتكم. ومضات الرمضانية.